السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كشفت مصادر مطلعة معلومات جديدة صادمة بشأن واقعة اغتصاب طفلة تدعى حوراء الأسبوع الماضي في العراق، وفجرت موجة غضب كبيرة. وكانت طفلة 7 سنوات قد تم اغتصابها من قبل منتسب في وزارة الداخلية في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد. وخلال أقل من 24 ساعة تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على المغتصب. وفي هذا السياق حصلت قناة روسيا اليوم على معلومة من مصدر أمني عراقي رفيع حول سجل الشرطي مغتصب الطفلة، حيث تبين أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها التي يرتكبها هذا المجرم. وبحسب المعلومات فقد قام الجاني قبل سنوات باغتصاب شابة وتعريضها للقتل على أيدي أهلها وفق ما يسمى بغسل العاري. اقرأ أيضا: صدمة في رفح، اغتصاب طفلة 4 سنوات على يد عمها وعائلته تطلب إعدامه. ومن جانبه قال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معا خلال زيارته للطفلة في المستشفى إن قاضي التحقيق الخفري في الرصافة أصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الطفلة في مركز شرطة الحسينية. وأضاف أن الجاني قام بعملية خطف للطفلة مع شقيقها الطفل ذو 4 سنوات والذي تمكن من الهروب من يد الجاني. اغتصاب الطفلة حوراء، وفجرت الواقعة موجة غضب واسعة بين العراقيين على مواقع التواصل، والذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني حتى يكون عبرة. ودون أحد النشطاء مستنكرا هذه الجريمة البشعة بحق الطفلة، تصور أن القوات الأمنية العراقية، وزارة الداخلية، المسؤولة عن حماية أمن المواطن فرد بها قام باغتصاب طفلة بعمر 7 سنين في منطقة الحسينية ببغداد من قبل منتسب في الداخلية. وتابع: المنتسب سلم نفسه لمركز شرطه الحسيني وكان تحت تأثير المخدرات وطفله حاليا في الإنعاش. فيما دون علاء حسن المجرم الذي أقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة الحسينية ببغداد في قبضة الشرطة،